مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا لتطورات وتداعيات الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل من داخل أراضيها، والذي استمر نحو 5 ساعات. المئات من المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران نحو أهداف في إسرائيل، هذا وقال الجيش الإسرائيلي بأن الأغلبية الساحقة منها أسقطت خارج إسرائيل. مصدر سياسي إسرائيلي قال بأن إمكانية الرد على إيران تقلصت في ضوء نتيجة الهجوم والموقف الأمريكي. دبلوماسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لمناقشة هذه التطورات بعد دعوة من تل أبيب. أما في آخر الأخبار العاجلة، فقد استدعت الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما قال وزراء حزب الليكود لنتنياهو إنه يجب استغلال قدراتنا الهجومية واستعادة قوة الردع، وأن بناء الأمن لا يعتمد على الدفاع فقط، كما طالبوا أيضا بشن هجوم ضد إيران. وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية نقلت أنه إذا أرادت أو إذا ردت إسرائيل على الهجوم ستستخدم إيران تكتيكات هجومية مختلفة. كما أكد مسؤول إسرائيلي أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا عصر اليوم لبحث الرد على إيران. الناتو علق بإدانة التصعيد الإيراني داعيا إلى ضبط النفس، ورأت الخارجية الروسية أن الفشل في حل الأزمات بالشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة التوتر. ليلة طويلة استنفرت العالم. الهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل حصل، ولكن بإيقاع بدا مضبوطا أو حتى منسقا. سكروا المطار والناس قاعدة ترجع. قبل منتصف ليل السبت إلى الأحد بدأت أجواء الهجوم بمؤشر أردني واضح، المطار مغلق مؤقتا. ثم بدأت أخبار انطلاق الهجوم وأولى الفيديوهات تغزو شبكات التواصل، صور لمسيرات تعبر الأجواء من أراضي العراق ومن جهة إيران ومن اليمن. سريعاً ألغيت مئات الرحلات الجوية على امتداد المنطقة، وكانت حركة السفر المدني الضحية الأولى لهذا الهجوم المرتقب منذ أسبوعين. في إسرائيل صدرت أوامر مسبقة بمنع التجمعات وتعليق الدراسة، وانتشرت صور لأعضاء مجلس الحرب بقيادة نتنياهو وهم يجتمعون لبحث الرد على إيران، هذا قبل أن تصل المسيرات إلى أهدافها. في واشنطن ألغى الرئيس بايدن عطلته وعاد إلى البيت البيضاوي، وظهر في صور وهو يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي. بالأرقام، الجيش الإسرائيلي تحدث عن إطلاق إيران أكثر من 300 قذيفة، بينها 170 مسيرة وأكثر من 30 صاروخ كروز وعشرات صواريخ البالستية. والهدف العسكري الذي وصلته الصواريخ هو قاعدة نيفاتيم. بالنسبة لإيران، هذه القاعدة هي التي انطلقت منها الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق. لكن حصيلة التصدي الإسرائيلية كانت مرتفعة وشبه شاملة، إذ بلغت 99% بحسب الجيش الإسرائيلي. الأجواء أعيد فتحها وسط مناخ يجنح للتهدئة، ووسط تساؤلات حول ضربة تبدو بالنسبة للبعض منسقة وتحقق أهداف الأطراف.
كلها. الرد بالنسبة لإيران، الحماية بالنسبة لإسرائيل، وتجنب الحرب الإقليمية بالنسبة لأمريكا. الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستبحث في وقت لاحق اليوم الرد على الهجوم الإيراني. ووفق مصدر سياسي إسرائيلي ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إمكانية الرد تقلصت في ضوء نتيجة الهجوم والموقف الأمريكي. المصدر أشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت بالاكتفاء بالنجاح الذي تحقق من التصدي للهجوم الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت قال إن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد. تعرضت إسرائيل لهجوم بمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وقد أوقف الجيش الهجوم بشكل حاسم. المعركة لم تنتهي بعد، علينا أن نكون يقظين ومنتبهين لتعليمات الجيش ولتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والاستعداد لأي سيناريو. العالم كله رأى الليلة من هي إيران، وكان احتواء الهجوم مثيرا للإعجاب ولم يسفر سوى عن إصابات قليلة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أمريكا ساعدت إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات دون طيار والصواريخ القادمة تقريبا. وأشار بايدن إلى أن القوات والمنشآت الأمريكية لم تتعرض لأي هجوم من قبل إيران، مشددا على أن أمريكا ستظل يقظة لجميع التهديدات ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها. البيان أكد أيضا باجتماع سيعقد غدا بين الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني. أنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. حسين، مرحبا بك معنا في هذه التغطية. دعني أبدأ أولا من حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقد اجتماع بين دول مجموعة السبع للتحضير لرد دبلوماسي على الهجوم الإيراني يوم أمس على طبعا إسرائيل. ماذا في خلفيات هذا الاجتماع؟ متى سيعقد؟ وأيضا ما المتوقع منه كذلك حسب ما يدور في الدوائر الأمريكية؟ نايف، الإدارة الأمريكية أوضحت بأنها لا تريد التصعيد مع إيران، ولكنها ملتزمة بالدفاع عن أمن إسرائيل وأنها سترد على الهجمات الإيرانية إذا تعرض جنودها للخطر. لهذا السبب هناك الآن تحرك دبلوماسي. هذا الاجتماع يعكس هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي للرد دبلوماسيا على إيران في هذه المرحلة الأولى، إذا بالفعل لم تصعد إيران أكثر من عملياتها والتي حذر الأمريكيون منها. كانوا واضحين رئيس جو بايدن حتى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا إيران بتخفيف التصعيد، طالبوا إيران بالتهدئة، وكان هناك أيضا مطالبة لإسرائيل بعدم الرد وبالتهدئة. هذه الأمور كلها تصب في توجه الإدارة الأمريكية نحو الدبلوماسية أكثر لتخفيف التصعيد في المنطقة. ولكن طبعا هنا يجب الإشارة بأن هناك الآن في الداخل الأمريكي دعوات خاصة من الجمهوريين للوقوف أكثر إلى جانب إسرائيل، ويكون هناك تقريبا موقف تصعيدي من قبل الإدارة الأمريكية لحماية إسرائيل وللرد على إيران، على عكس الديمقراطيين الذين كانوا البارحة رغم أن الجميع أيد حق إسرائيل في الدفاع عنها عن نفسها وأدانوا الهجوم الإيراني، ولكنهم أي الديمقراطيين كانوا أكثر ميلا نحو تخفيف التصعيد والوقوف الإدارة الأمريكية في هذا. ما الذي يتفق عليه الديمقراطيين طبعا والجمهوريين، وما الذي يختلفون عليه في مسألة التعامل مع هذا الهجوم الإيراني؟ حسين، الجميع هنا نايف يتفقون على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما يصفون ذلك، على الدعم الأمريكي لإسرائيل، على الدعم الأمريكي للدفاع
عن إسرائيل، ولكنهم يختلفون بطريقة الرد. الديمقراطيون كانوا كما قلت كانوا أكثر ميالين نحو التهدئة، طالبوا الإسرائيليين بضبط النفس، أيدوا موقف الإدارة الأمريكية التي تدعو إلى تخفيض التصعيد. الجمهوريون كانوا على عكس ذلك، كانوا أكثر تصعيديا في اللهجة، انتقدوا الإدارة الأمريكية، اعتبروا أن ما تقدمه الإدارة الأمريكية ليس كافيا رغم أنها تعهدت بالدفاع عن إسرائيل. هذه المواقف كانت من كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومن رؤساء اللجان وفي مجلس النواب ومن كبار الجمهوريين في اللجان الأساسية الكبرى، الاستخبارات والقوات المسلحة والخارجية في مجلس الشيوخ أيضا. هذا الموقف الجمهوري يعكس توجه جمهوري تصعيدي أكثر نحو الدفاع عن إسرائيل والوقوف بواجه إيران. السؤال المهم اليوم بعد هذه الهجمات حسين هو عن دور الوسيط، إن يعني جاز التعبير، الأمريكي في ما حدث ليلة البارحة. هل هناك أي أنباء أو معلومات بأن الولايات المتحدة تواصلت مع إيران يعني معرفة حجم توقيت هذا الرد، الاتفاق أيضا عليه؟ هل هناك هكذا معلومات في الدوائر الأمريكية بأن ما حدث هو كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل أن تقوم إيران بهذا الهجوم؟ ما نعرفه نايف وتأكدنا منه عبر مصادر العربية والحدث هو أن الأمريكيين أبلغوا الإيرانيين قبل هذه الهجوم، قبل يعني بنحو أسبوع، بأنهم إذا تعرضت قواتهم للرد سيردون على القوات الإيرانية. هذا ما كنا نعرفه، لكن لا نعرف على وجه الدقة حتى الآن ما إذا كان هناك تنسيق أم لا. الأمريكيون لا يتحدثون عن هذا الأمر، الأمريكيون كانوا واضحين بأنهم أبلغوا الإيرانيين عبر وسائل ووسائط دول أخرى مثل سويسرا ودول أخرى في المنطقة بأنهم سيردون على استهداف قواتهم إذا تعرضت قواتهم للخطر. هذا ما تأكدنا منه، ولكن موضوع التنسيق مع إيران هذا الأمر لا يوجد أي شيء يؤكده طيب. حتى الآن رسميا. فقط أريد التذكير بهذه الأخبار العاجلة، يعني للجيش الإسرائيلي يقول بأنه اعترض 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. يعني هذه التصريحات للجيش الإسرائيلي طبعا منذ يوم أمس، وهي تؤكد على هذه المسألة. كذلك أيضا شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت تعليق رحلاتها الجوية إلى عمان وإلى بيروت وأربيل وتل أبيب حتى الغد على الأقل. هذا يعني فيما يخص الأخبار العاجلة حتى الآن. أعود حسين للسؤال عن دور الولايات المتحدة الأمريكية وما كشفت عنه من دور في مساعدة الجيش الإسرائيلي على اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات أيضا كذلك. إذا كنا نتحدث عن 99% هي نسبة الاعتراض للمسيرات والصواريخ الإيرانية، فنحن نتحدث عن هجوم تم إفشاله ربما بشكل كامل تماما. ما هو الدور الأمريكي هنا في هذه المسألة في مساعدة إسرائيل على إفشال هذا الهجوم الإيراني حسين؟ الأمريكيون أوضحوا بأنهم شاركوا باعتراض معظم هذه المسيرات. هذا بحسب بياناتهم الرسمية من البيت الأبيض ومن وزارة الدفاع الأمريكية، بأنهم ساندوا الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم واعترضوا عدد من الطائرات وأسقطوها قبل أن تصل حتى إلى إسرائيل. هذا هو الدور الأمريكي، الدور الدفاعي حتى الآن كما يؤكدون هم، ولكن في الوقت نفسه شددوا في بياناتهم على أنهم لا يريدون التصعيد وأنهم لن يشاركوا بأي هجوم أو رد إسرائيلي على إيران، ولكنهم سيكتفون في هذه المرحلة بالدفاع عن إسرائيل. طبعا قبل ذلك كان هناك توضيح من المسؤولين الأمريكيين للعربية والحدث بأن الرد الأمريكي كان سيكون متناسبا مع مدى التصعيد الإيراني. إذا كان الهجوم الإيراني تصاعديا وأكبر مما هو متوقع، الوضع قد يختلف بأن الأمريكيين سيتدخلون أكثر لدفاع إسرائيل، وبأنه قد يكون هناك إذا تعرضت قواتهم للخطر سيكون هناك رد على القوات الإيرانية. ولكن على ما يبدو من خلال البيانات الرسمية التي صدرت حتى الآن من البيت الأبيض ومن وزارة الدفاع ومن الخارجية بأنهم اكتفوا حتى الآن بالدفاع وبمساندة الجيش الإسرائيلي عبر قطاعهم الحربية الموجودة والمنتشرة في المنطقة في اعتراض هذه المسيرات. وأوضح الرئيس الأمريكي بأنه أرسل كميات أخرى من المعدات العسكرية إلى المنطقة للمشاركة في الدفاع عن إسرائيل.
طيب يعني أريد فقط السؤال عن مسألة أخيرة حسين، يعني لا أعلم إن كانت يعني مترابطة مع ما حدث، لكن يبقى في إطار السؤال. يعني نحن على بعد تقريبا 6 أشهر من الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، من المهم لأي رئيس ومن المهم لبايدن الآن أن يتعامل مع هذه المسألة بطريقة الاحتواء الدبلوماسي. أي حديث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن حسين عن ربط ما يحدث من تصعيد ومن حالة تسخين في الشرق الأوسط بالتأثير على مزاج الناخب الأمريكي؟ يعني لا أعلم إن كانت هذه المسألة هي مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ربطها، أم أن الملفات منفصلة ومختلفة تماما عن الداخل عن الملفات الخارجية خصوصا الموجودة في الشرق الأوسط؟ في نهاية المطاف أحمد، الناخب الأمريكي يهتم أكثر في مواضيعه الداخلية، ولكن بطبيعة الحال كما أشرت سيتم استغلال ما حدث في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وبين إيران وبين حماس لكسب أصوات ربما من هنا ومن هناك ودعم من هنا ومن هناك. الإدارة الأمريكية كانت توضح بأنها لا تريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، هي مع التهدئة كانت تريد أن مؤخرا أرادت أن يكون هناك هدنة في غزة بسبب اعتراض المسلمين الأمريكيين في الداخل الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه هي لا تريد استعداء الحركة الصهيونية ولا اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، خاصة أن الجمهوريين كانوا ينتقدون كثيرا الإدارة الأمريكية ويعتبرون أنها تخاذلت في الدفاع عن إسرائيل وبأنها استرضت إيران من أجل كسب أصوات المسلمين هنا في الداخل الأمريكي، وأنها تضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار غير مبرر. طيب حسين أشكرك من واشنطن، مراسل العربية حسين الطود على كل هذه المعلومات. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي قال في تصريحات للعربية، قال بأن إسرائيل ستتخذ إجراءاتها بشأن الرد على إيران وفقا للمصلحة العليا. إسرائيل تتابع الأمور وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وحدودها ومواطنيها وفق المصلحة الإسرائيلية ووفق ما هو ضروري للحفاظ على ذلك، ولذلك ستتخذ القرارات الإسرائيلية وفق المصلحة الإسرائيلية وستتحرك وفقا لذلك. كما نفى أدروعي للعربية أبلغ إسرائيل بموعد الهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تتواصل مع إيران. لا، إيران لم تبلغ إسرائيل وليس هناك تواصل طيب بين إيران وإسرائيل بهذا الشأن. أشد الأعلى إلى القيادات العسكرية يتحدثون بلغة التهديد والوعيد، يقولون إنهم سوف يستهدفون إسرائيل، والنية الإيرانية بالهجوم والاعتداء وتنفيذ هذا العدوان على إسرائيل كانت واضحة ومطروحة أيضا إعلاميا. ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لهبوط مقاتلات حربية من طائرات F-35 في قاعدة نفطيم الجوية، والذي أعلن عن تعرضها لهجوم إيراني وسقوط صواريخ بها. وأشار الجيش إلى أن الأضرار بالمطار العسكري طفيفة، وهبطت به طائرات عادت من عملية التصدي الجوي للهجوم الإيراني.
أعود فقط وأذكر بآخر الأخبار العاجلة والتي تظهر تباعا أسفل الشاشة. هيئة الإسعاف الإسرائيلية تقول بأن هناك إصابة واحدة في الهجمات الإيرانية لطفلة في النقب. أيضا كان هناك مسؤول إسرائيلي يتحدث على أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا عصر اليوم لبحث الرد على إيران. الجيش الإسرائيلي طبعا كان قد قال في أكثر من مناسبة وإحداها للعربية بأنه تمكن من صد 99% من الهجمات الإيرانية على إسرائيل. وأيضا أعلنت شركة لوفتهانزا أنها علقت رحلاتها الجوية إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الغد على الأقل. واستدعت الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما قال وزراء حزب الليكود لنتنياهو إنه يجب استغلال قدراتنا الهجومية واستعادة قوة الردع، وأن بناء الأمن لا يعتمد على الدفاع فقط، كما طالبوا بشن هجوم ضد إيران. وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية نقلت القول إنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم سنستخدم تكتيكات هجومية مختلفة. كما أكد مسؤول إسرائيلي أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا عصر اليوم لبحث الرد على إيران. الناتو علق بإدانة التصعيد الإيراني داعيا إلى ضبط النفس. ورأت الخارجية الروسية أن الفشل في حل الأزمات بالشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة التوتر. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير دعا إلى شن هجوم ضد إيران، وقال في تدوينة له على موقع إكس إن الدفاعات الجوية كانت قوية والآن يجب توجيه هجوم ساحق، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي وطبيعته أيضا على الهجوم الإيراني. من حيفا تنضم إلينا مراسلة العربية لنا كل غاصي. لنا مرحبا بك معي في هذه التغطية. دعيني أبدأ معك أولا بالصحف الإسرائيلية هذا اليوم، اعتبرت ما حدث هو إنجاز تاريخي، يعني ربما هذا ما تم الإجماع عليه هذا اليوم فيما يعني طلعتنا به الصحافة الإسرائيلية. أبرز العناوين العريضة لما تحدثت به عن هجوم إيران ليلة البارحة والتصدي الإسرائيلي له. بالفعل نايف، الصحف الإسرائيلية يعني تتحدث بأن هذا ما حدث ليلة أمس هو إنجاز تاريخي لإسرائيل، ليس فقط على مستوى المستوى العسكري إنما أيضا على المستوى السياسي. ولكن لنبدأ من المستوى العسكري، نظامات الدفاعية الجوية الإسرائيلية استطاعت بالفعل إسقاط العشرات وربما المئات من الصواريخ الباليستية وأيضا المسيرات الطائرات بدون طيار، وإضافة إلى صواريخ الكروز. خاصة أيضا ليس فقط الدفاعات الجوية الإسرائيلية إنما أيضا كان هناك حلف إسرائيلي يضم الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وبعض الدول العربية. صحيفة يدعوت أحررت أيضا تطرقت للدعم من الأردن لإسقاط المسيرات الإيرانية التي كانت قادمة باتجاه الأجواء الإسرائيلية. لذلك على المستوى العسكري هناك إنجاز كبير، خاصة أن الصحف الإسرائيلية أيضا تتحدث عن إسقاط 99% من الصواريخ الباليستية وأيضا المسيرات وصواريخ كروز. أيضا نتحدث بأن المواقع المستهدفة كانت بئر السبع، هناك موقع عسكري كبير كما تحدثت أيضا قبل قليل، أيضا مطار عسكري إسرائيلي، وأيضا كان هناك استهدافات لمدينة القدس، ولكن القبة الحديدية مقلاع داود ونظام السهم استطاعوا إسقاط معظم هذه الصواريخ. لذلك حتى كما ذكرت قبل قليل نايف، لم يكن هناك إصابات حقيقية في الشارع الإسرائيلي ولا حتى المواقع العسكرية بشكل كبير. يعني كان هناك فقط إصابات يعني طفيفة وطفيفة جدا في مناطق الجنوب، وإصابة عربي بالحقيقة. الصور لها كثير من طبعا المواطنين في إسرائيل، إن كان في حيفا إن كان في تل أبيب أيضا كذلك، الدعوة لأن يذهبوا إلى الملاجئ وقت يعني إطلاق هذه المسيرات والصواريخ أيضا باتجاه إسرائيل. هل عادت يعني الأمور إلى طبيعتها في هذه المدن الإسرائيلية؟ زال الخطر بالنسبة لإسرائيل في هذه الهجمات بشكل كامل، وعادت طبعا هذه الجموع من الناس الذين يعني نزلوا إلى هذه الملاجئ وعادوا إلى منازلهم لنا؟
بالفعل نايف، في تمام الساعة 10 بتوقيت القدس مساء ليلة أمس، الجبهة الداخلية في إسرائيل كانت خرجت في بيان لتوضح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الإسرائيليين في إسرائيل، ومنها عدم التجمع وحتى إلغاء جميع التعليم والمدارس والجامعات في إسرائيل. اليوم تم إلغائها بشكل كامل، بالرغم من أن إسرائيل قالت بأن التهديد الإيراني قد انتهى وأن الهجوم الإيراني قد انتهى، لذلك سوف يكون هناك تقييم مجددا للأوضاع وتعليمات جديدة بخصوص الجبهة الداخلية. ولكن بخصوص الحياة الطبيعية، فمثلا في مدينة حيفا من حيث نحن نتواجد الآن، الحياة عادت بشكل طبيعي بالحقيقة، وبالفعل يعني بالفعل الملاجئ فتحت بالأمس وتوجه إليها الإسرائيليين، ولكن اليوم عادت الأوضاع كالمعتاد. طيب، ماذا عن الرد الإسرائيلي المرتقب؟ هناك اجتماع طبعا لمجلس الحرب الإسرائيلي عصر اليوم، كان هناك حديث عن ربما إلغاء لهذا الاجتماع بأنه لن يعقد. لا أعلم إن كانت هناك معلومات أكيدة عن عقد هذا الاجتماع لنا. حتى الآن من المقرر أن ينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي في تمام الساعة 1:30 في غرينتش بطبيعة الحال. لم يكن هناك أي تطورات أو أي معلومات جديدة بخصوص هذا الموضوع، ولكن الحديث عن يعني الترقب بخصوص الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. كانت هناك عدة سيناريوهات لهذا الرد، خاصة بأن الولايات المتحدة تحاول الضغط على إسرائيل بأن تكتفي ربما بالإنجاز الذي قامت به، وهو الرد أو صد جميع الصواريخ البالستية وصواريخ كروز طبعا بمساعدة الحلفاء سواء بريطانيا والولايات المتحدة وما إلى ذلك، أو حتى أن يكون ردا دبلوماسيا كما وصفته أيضا الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، إسرائيل الآن تقف أمام نقطة مهمة، لا تريد أن توتر الأوضاع والعلاقات مع الولايات المتحدة مجددا، خاصة بعد أن كان هناك توترات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. أشكرك جزيل الشكر لنا كل غازي مراسلة العربية من حيفا. فقط أذكر بالخبر العاجل أسفل الشاشة، موقع والا الإسرائيلي يقول بأن هيئة الأركان الإسرائيلية تبحث استهداف قيادات عسكرية إيرانية بضربات دقيقة، وبأن استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني هو من ضمن خيارات الرد. طبعا نحن نعلم بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع هذا اليوم في تمام 1:30 بتوقيت غرينتش، 4:30 مساء بتوقيت إسرائيل. موقع والا الإسرائيلي الآن كما ذكرنا يقول بأنه قد يتم ضرب هدف رمزي بالداخل الإيراني، مثل يعني مؤسسة عسكرية ربما. كما يظهر أيضا بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات. قالت أيضا بأنه قد يتم ضرب هدف رمزي بالداخل الإيراني مثل مؤسسة حكومية أو حقل نفطي، وبأن استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني هو من ضمن خيارات الرد الإسرائيلي على طبعا الهجوم الإيراني الذي طال مدن ومناطق إسرائيل ليلة البارحة من إيران. إذن موقع والا الإسرائيلي يقول أيضا بأن إسرائيل تدرس الرد بعناية من ناحيتي التوقيت وتداعياته أيضا. إذن هنا موقع والا الإسرائيلي يؤكد بأن هيئة الأركان الإسرائيلية بالفعل بحثت استهداف قيادات عسكرية إيرانية بضربات دقيقة، وبأن استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني من ضمن خيارات الرد، وقد يتم ضرب هدف رمزي بالداخل الإيراني مثل مؤسسة حكومية أو حقل نفطي، وبأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد ربما الخيارات، خيارات الرد على إيران وعلى هجومها ليلة البارحة، وبأن إسرائيل تدرس هذا الرد بعناية من ناحيتي التوقيت وتداعياته أيضا. هذا إذن ما نقله موقع والا الإسرائيلي عن خيارات الرد الممكنة بالنسبة لإسرائيل على هذا الهجوم. كان طبعا قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال
بأن المعلومات الموجودة لديهم تؤكد نجاح هجماتهم على إسرائيل أكثر من المتوقع. طبعا هذا في ظل حديث إسرائيل على أن هذا الهجوم خلف إصابة واحدة فقط لطفلة في صحراء النقب، وبأنها اعترضت وصدت 99% من مجموع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أرسلتها إيران ليلة البارحة. طبعا هذا يأتي في ضوء الرد الإيراني على استهداف إسرائيل لمجمع القنصلية الإيرانية في سوريا، واستهداف 7 قيادات وخبراء عسكريين كما تسميهم إيران في سوريا الشهر الماضي. وهذه صور مباشرة ننقلها لكم طبعا الآن من تل أبيب بعد ربما ليلة ساخنة في المنطقة. وهذه صور إذن من نهرية كما نشاهد الآن هذه الصور، وربما عاد الهدوء مرة أخرى في سماء هذه المنطقة كما ذكرنا أيضا قبل قليل. نعود فقط لنذكر ربما بأبرز الأخبار العاجلة. الجيش الإسرائيلي قال بأنه اعترض 99% مشاهدين من صواريخ ومسيرات إيران. شركة لوفتهانزا الألمانية علقت رحلاتها الجوية إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الغد على الأقل. هذا طبعا يأتي بعد أن توقفت الملاحة الجوية ربما بشكل شبه كامل فوق يعني العراق سوريا وأيضا كذلك بعض وتل أبيب طبعا، وأيضا ربما علقت الرحلات الجوية في أكثر من منطقة في الشرق الأوسط. صور أخرى أيضا ننقلها لكم كذلك أيضا من القدس. هذه الصور المباشرة أيضا، كان هناك اعتراض لصواريخ ربما ليلة البارحة، شاهدنا فيديوهات كذلك لاعتراض صواريخ فوق المسجد الأقصى، وأيضا تم إسقاط بعض الصواريخ قبل أن تصل إلى الجانب الإسرائيلي، وبعضها أيضا سقط في دول أخرى الأردن أو سوريا كما جاء الإعلان أيضا، وكذلك في العراق قبل أن تصل هذه الصواريخ والمسيرات إلى الداخل الإسرائيلي، الذي أعلن أنه أسقط وعطل هذا الهجوم الإسرائيلي وتصدى 99% من خطورة هذا الهجوم. حذرت إيران من أن إسرائيل ستشهد هجوما أكبر من الليلة الماضية إذا اتخذت قرارا بالرد. وقال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن طهران حذرت واشنطن عبر السفارة السويسرية من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي بالفعل إلى استهداف القواعد الأمريكية. من جهته حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها، مشيرا إلى أن هجوم الليلة الماضية نجح في تحقيق أهدافه. ما إن پیام رو از طریق سفارت سوئیس به امریکا منتقل کردیم. وجهنا عبر سفارة سويسرية رسالة إلى أمريكا، مفادها أنها إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها المستقبلية المحتملة فلن تتمتع قواعدها بأي أمن، وسنتعامل مع ذلك أيضا، ونؤكد أن ردنا سيكون أكبر من الليلة الماضية إذا تحركت إسرائيل. هذا وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن طهران كان بمقدورها أن تشن عملية واسعة النطاق على إسرائيل، وبأنها سترد على أي هجوم إسرائيلي محتمل قد يستهدف مصالحها أو مسؤوليها ومواطنيها.
العملية المحدودة التي قمنا بها كان من الممكن أن تكون واسعة النطاق. لقد اقتصرنا هذه العملية على ذلك الجزء من القدرات لتكون بمثابة رسالة تحذير لإسرائيل. التقرير الميداني حتى هذه اللحظة يشير إلى أن هذه العملية كانت ناجحة أكثر من المتوقع، وسنرد بصورة أعنف إذا واصلت إسرائيل استهداف مصالحنا ومسؤولينا. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه قصف منشآت عسكرية في مجمع تابع لحزب الله بمنطقة إجباع جنوب لبنان، وفي وقت سابق قال حزب الله أنه استهدف عدة مواقع إسرائيلية في الجولان بعشرات الصواريخ، صواريخ الكاتيوشا. وأضاف حزب الله في بيان أن الهجوم جاء ردا على غارات إسرائيلية استهدفت عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان وآخرها الخيام وكفر كلا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. محمود شكر، مراسل العربية من جنوب لبنان ينضم إلينا. محمود مرحبا بك معنا في هذه التغطية. بداية نسأل عن الأوضاع الميدانية من حولك في الجنوب، هل لا زال الجيش الإسرائيلي يغير على مواقع عسكرية أو منشآت عسكرية كما قال أيضا بأنه قصف تابعة لحزب الله، أم أن الهدوء عاد ليكون سيد الموقف حيث أنت؟ ليس هو هدوء، إنما هو ترقب حذر انطلاقا وربطا بالتقارير التي تتحدث عن القيام برد إسرائيلي باتجاه إيران. لذلك الترقب هو سيد الموقف هنا على الجبهة من جهة حزب الله. حتى هذا التوقيت ليس هنالك من عمليات عسكرية ما عدا إطلاق الصواريخ التي بدأت مع الساعة 12:35 باتجاه موقع كلع، مقر الدفاع الجوي في الجولان، بالإضافة أيضا إلى ثلاثة مواقع مع ساعات الفجر الأولى وهي النفح ويردن وكلع. المعلومات تتحدث عن إطلاق ما يقارب 120 صاروخ من نوع كاتيوشا باتجاه مقرات القبة الحديدية أو قواعد صواريخ الأرض جو. الإعلام الإسرائيلي تحدث مع ساعات الصباح عن أن هذا الإطلاق كان لاستنزاف القبة من جهة أو لإخراجها عن الخدمة العسكرية. الطيران الحربي الإسرائيلي كما أشرت في الشق الثاني من السؤال هو لا يترقب أو ينتظر، هو يغير هذه الإغارات من الجو، كان آخرها منذ حوالي ساعتين تقريبا وكانت في العمق اللبناني في بلدة النبشيت، حيث استهدف مقرا تابعا لحزب الله كان الحزب قد قام بإخلائه منذ أشهر عديدة. وهذا كان لافتا إلى أن هذه الغارة كانت في العمق اللبناني لأنه ضمنيا كان قد توافقا على مستوى الرد وعدم الرد أو الرد ما بين الجولان وما بين البقاع حزب الله وإسرائيل على أن أي عملية عسكرية باتجاه الجولان يكون الرد في العمق اللبناني. طيب. لذلك رأينا إلى أنه بالأمس ومع ساعات الفجر اليوم كان الرد إلى العمق باتجاه جباع وأيضا باتجاه جبل الريحان، وأيضا سلسلة من الغارات تركزت في الخيام كفر كلا، بالإضافة إلى عمليات عسكرية حصلت هنا في هذه المنطقة مع ساعات الفجر بإطلاق هطل من قذائف 155 باتجاه هذه المنطقة، وحزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية. بالعودة إلى الإصابات، التقرير الإعلامي اللبناني تحدث قبل الحديث عن الإصابات، نريد العودة فقط قليلا، تحدثت عن إصابة، عن إصابة، عن سقوط ضحية واحدة في الخيام. نعم. طيب السؤال عن أيضا نسبة المساهمة أو المشاركة أيضا كذلك من جانب حزب الله ليلة البارحة في هذا الهجوم الإيراني واستهداف ربما يعني بعض المستوطنات الحدودية، الجليل الأعلى أيضا كذلك، هل هناك تقديرات معينة، أعداد معينة، تصريحات من جانب حزب الله عن شنه لأي هجمات تزامنا طبعا مع هذا الهجوم الإيراني الذي وصفته إيران بأنه هجوم مركب؟
بغض النظر عن التصور إن كان من المواقف، ولكن الوقائع الميدانية هي التي تتحدث عن نفسها. إذا أخذنا إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية، وكان ما قد سبقها ما قبل هذه الليلة عندما قام حزب الله بإطلاق ما يقارب 60 صاروخا باتجاه الجولان، ثم بعد ذلك أطلق بالليل حتى ساعات الفجر 120، نتحدث 120 على 60 180 صاروخ. هذه مسألة بغاية الأهمية. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية برأي المراقبين العسكريين هم أنهم كانوا يتصورون إلى أن الرد الإيراني سيكون على هذه النقطة بالذات وهي الجولان. حزب الله بالمفهوم العسكري قام بإشغال هذه الجبهة قبل وصول هذه المسيرات، إن كان طيب. للعمق اللبناني باتجاه الجولان أو أيضا من الجهة السورية، ولذلك كان القصف باتجاه مواقع القبة الحديدية وصواريخ الأرض جو وأيضا المقرات للتحكم والسيطرة وتحديدا في مسائل. شكرا لك من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. في آخر الأخبار العاجلة طبعا مشاهدين، وزيرة خارجية ألمانيا تقول إن إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية بهجومها على إسرائيل. كما أشارت أيضا وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن إسرائيل أظهرت أنها قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها، بينما إيران تعاني. فيما نقل أيضا في الأخبار العاجلة موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين بأن إسرائيل تدرس الرد على إيران بعناية بالناحيتي التوقيت وتداعياته كذلك. في الأردن قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء حول التعامل مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته إن الخطوات التي أخذتها الحكومة الأردنية والمتعلقة بإسقاط أجسام طائرة كان هدفها الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين. تعاملنا مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجواءنا وتم التصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية المأهولة للخطر، وقد سقطت شظايا في أماكن متعددة خلال ذلك دون أن تلحق بحمد الله أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بحمد الله بين المواطنين. ونشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على خفض التصعيد، وعلى أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية، وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. هذا الطائح كنت قاعد في البيت، بصراحة طلع صوت كثير عالي، كان واضح انه مش صوت كل يوم بنسمعه. طلعت برا باب البيت ولا هو صاروخ، يعني تقريبا طوله 3 متر، حتى كان واقع سيارة، وبصراحة كثير انفزعت عنا الحارة والصوت كان كثير عالي، يعني كان بصراحة إشي ما بنشوفه كل يوم، والله يسترنا يعني يا رب. احنا كنا عباب البيت قاعدين أنا وشباب أصحابي، أنا شفت الصاروخ وهو بوقع طبيعي لايف، فروحت جبته أصلا من الكاميرات من باب البيت وهند دبعته للشباب. قسما بالله صوت خرافي، عمرنا في حياتنا ما تصورنا نسمع هيك صوت في الأردن. وفي آخر الأخبار العاجلة مشاهدينا، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يقول إن طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية ضد إسرائيل. أضاف أيضا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها أمام أي عدوان. إذن كانت هذه ربما جملة من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. أعود مرة أخرى إلى الأردن. من العقبة ينضم إلي من هناك مراسل العربية عمار الهندي. عمار مرحبا بك معي في هذه التغطية، يعني أنت موجود في العقبة بالقرب طبعا من إيلات، نريد السؤال عن الوضع، كيف كان ليلة البارحة؟ ما الذي طالها أيضا من هذه المسيرات أو الصواريخ وأبرز المشاهدات عمار؟
يعني أنا يمكن أن أسجل شهادتي من اللحظة التي انطلقت فيها من العاصمة الأردنية عمان حتى وصلت إلى العقبة نايف، ونحن في عمان شاهدنا في سماء العاصمة الانفجارات للمسيرات والصواريخ، يعني كانت واضحة للغاية وكانت كثيفة، ويعني وثقت من الناس ووثقت بكاميراتنا وهي تنفجر في سماء العاصمة عمان، وكانت في منطقة من المناطق قريبة من مطار الملكة علياء الدولي. بعد ذلك توجهنا إلى باتجاه العقبة، مررنا من محافظة الطفيلة وشاهدنا بأم أعيننا مقذوف سقط هناك ولم يصاب أحد بأذى، طبعا في تلك المنطقة كان سقط في منطقة صحراوية. وبعد ذلك وصلنا إلى العقبة الساعة 6 صباحا، حينما وصلنا إلى هنا وهذه إيلات، أنا سأترك الصورة معك نايف، تقترب من إيلات بشكل واضح من حيث أقف. هذه المنطقة صباحا كانت شهدت طوال الليل بحسب شهود عيان تحدثنا إليهم عشرات المسيرات التي استهدفت إيلات، وهي هدف أساسي في العملية الإيرانية أو الهجوم الإيراني الذي شنته على إسرائيل. الشهادات التي سمعناها تحدثت عن ليلة ساخنة جدا فوق إيلات، وأنهم شاهدوا بأم أعينهم الكثير من الانفجارات. ونحن حينما وصلنا كنا سمعنا أصوات تحليق كثيف للطيران الحربي. الساعة تقريبا 8 صباحا توقف هذا التحليق للطيران الحربي في منطقة إيلات في الجهة المقابلة، ولم نرصد أي شيء، لأن يعني وتزامن ذلك حقيقة مع إعلان إسرائيل إعادة فتح المجال الجوي في مطاراتها، وبالتالي الأمور هادئة جدا منذ الساعة 8 صباحا، ليست هنالك أي مظاهر أو علامات لتوتر معين فوق إيلات. بالمناسبة طبعا يعني مسألة خارج عن الموضوع، ولكن إيلات تتعرض أيضا لهجمات متكررة من الحوثي حينما يهاجم إيلات، وبالتالي يعني الناس هنا تحدثوا إلي بأنهم يعني يرون في الأيام الماضية وفي كل مرة يستهدف الحوثي إيلات المقذوفات وهي تنفجر فوقها. فيما يتعلق بالوضع هنا في الأردن، الوضع نايف عاد إلى طبيعته، الأمور مستتبة في كل المحافظات، ولا سماع لأصوات تحليق طيران مثلا كما شهدنا الليلة الماضية. وأنا يعني كنت أستمع لشهادات الناس معك على النشرة، فعلا الأردنيون لم يعتادوا على هذا المشهد، كانت ليلة غريبة عليهم، يعني أن يشاهد في سماء الأردن مقذوفات تنفجر، ويعني فجأة يسقط صاروخ في منطقة مأهولة وهي منطقة مرج الحمام. بالمناسبة تصريحات رئيس الوزراء يعني لم تأتي على تحديد عدد المقذوفات التي تصدت لها القوات المسلحة الأردنية في سماء المملكة، لم يحددها بالضبط، ولم يحدد عدد المقذوفات التي سقطت على شكل شظايا في المناطق المختلفة من الأردن. نحن ما تأكدنا منه أن هنالك ثلاثة أجسام سقطت على شكل شظايا في مناطق مختلفة، في مرج الحمام وفي الحسا في محافظة الطفيلة وفي منطقة سحاب كانت رصدت طائرة مسيرة سقطت وهي تحترق أيضا في منطقة يعني قريبة من السكان، ولكن الحمد لله أنه لم تسجل هنالك لا إصابات ولا حتى أضرار مادية جسيمة. وأنت أيضا كنت بالقرب من ربما أحد هذه الشظايا أو أحد أيضا هذه ربما الصواريخ التي أسقطت أو الطائرات المسيرة ليلة البارحة، وكنت أيضا بتصويرها، لا أعلم وقتها عن المشاهدات وعن أيضا طبيعة يعني هذا الجسم الذي سقط، وهل شاهدتها بشكل متكرر أو أكثر من مرة عمار؟ بالفعل نحن وقفنا في منطقة الحسا في محافظة الطفيلة على جسم كان طائرا في سماء العاصمة في سماء الأردن وأسقط وسقط في تلك المنطقة. حاولت طبعا، كانت هنالك فرق خبراء متفجرات وفرق من الأمن تفحص المكان وتفحص هذا الجسم، اقتربنا منه كثيرا يعني رأيناه عن قرب جدا، ولكن حاولت أن أقرأ ما إذا كانت هنالك أي عبارات مكتوبة عليه، لم تكن واضحة لنا، لم نستطيع يعني أن نجد أي عبارات لأنه محترق ويعني صحيح. على شكل شظايا في أكثر من مكان في طيب. تلك النقطة هنالك فيديوهات كثيرة وثقت، وللأسف هنالك فيديوهات أيضا يعني على أنها من الأردن ولكن كانت ليست من الأردن، وبالتالي للضرورة أن نؤكد أنه ثلاث مقذوفات طائرة أو أجسام طائرة فقط هي التي التي سقطت على الأراضي الأردنية. شكرا لك من العقبة مراسل العربية عمار الهندي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أسمعك.
طبعا فرنسا مشاهدين علقت بالقول إنها ساهمت في صد الهجمات الإيرانية. نستطلع الموقف من هناك مع مدير مكتب العربية في باريس حسين كنيبر. حسين مرحبا بك معي في هذه التغطية. السؤال عن الدور الفرنسي، كيف ساهمت باريس في التصدي لهذا الهجوم الإيراني إن كانت ذكرت أي معلومات أو عرف أي دور فرنسي في يعني ما حدث ليلة البارحة؟ نعم نايف، في الواقع أنا أنقل ما قاله لنا حرفيا، ما قاله للعربية قبل قليل مصدر عسكري فرنسي رسمي ردا على سؤال حول دور فرنسا خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل. قال هذا المصدر إن القوات الفرنسية ساهمت الليلة الماضية عن طريق الدفاع الجوي في حماية منشآت عسكرية في قواعد نتواجد فيها في الشرق الأوسط. كنا اتخذنا مسبقا إجراءات احترازية استثنائية لضمان أمن العاملين في هذه المنشآت والقواعد. لا نحدد أسماء البلدان التي جرى فيها تحركنا، لا نحدد أسماء هذه البلدان حرصا على مصالح الشركاء. هذا ما قاله المصدر العسكري الفرنسي الرسمي للعربية نايف. ولكن قبل ذلك كانت وسائل إعلام فرنسية، تحديدا محطة بي اف ام التلفزيونية، كانت نقلت عن مصدر رسمي فرنسي آخر قوله إن فرنسا اعترضت وحيدت مسيرات إيرانية عبرت أجواء الأردن والعراق، وفي هذين البلدين هناك منشآت ومواقع وقواعد عسكرية فرنسية، دافعنا عن قواعدنا. أضاف هذا المصدر العسكري، المصدر عفوا الرسمي لمحطة تلفزيون بي اف ام، ويقول هذا المصدر للمحطة نفسها هكذا: وبحكم الأمر الواقع من خلال دفاعنا عن المنشآت والمواقع والقواعد الفرنسية في المنطقة نكون قد ساهمنا في الدفاع عن إسرائيل، كما قال هذا المصدر. كلامه، أعود إلى ما قاله المصدر العسكري الفرنسي للعربية ردا على سؤال ثان لنا عما إذا كانت فرنسا شاركت في الدفاع عن إسرائيل، قال: أكرر ما قلته، ساهمنا في حماية منشآت ومواقع وقواعد عسكرية في المنطقة، ولا نريد تحديد أسماء البلدان التي تحركنا فيها حرصا على شركائنا. كانت الخارجية الفرنسية علقت على الهجمات الإيرانية على إسرائيل بالقول: ندين بأقصى الحزم الهجوم الإيراني ضد إسرائيل. عندما قررت إيران القيام بهذا العمل غير المسبوق فقد تجاوزت عتبة جديدة في أعمالها المزعزعة للاستقرار، وهي تخاطر بتصعيد عسكري واسع. الرئيس ماكرون قال في تغريدة قبيل ظهر اليوم بدوره: ندين بحزم هذا الاعتداء غير المسبوق لإيران على إسرائيل. وتعبر فرنسا عن تضامنها مع الشعب الإسرائيلي وعن تمسكها بأمن إسرائيل، كما قال الرئيس الفرنسي نايف. أشكرك من باريس حسين خنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا على كل هذه المعلومات والتفاصيل المهمة التي نقلتها عن مصدر عسكري فرنسي. إذن أعربت وزارة الخارجية السعودية مشاهدين عن بالغ قلقها إزاء التطورات والتصعيد في المنطقة وخطورة انعكاساته، ودعت الخارجية السعودية كافة الأطراف، دعتهم إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، مؤكدة في الوقت ذاته موقف المملكة الداعي إلى اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين. كشفت مصادر للعربية أن القاهرة أجرت اتصالات موسعة مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للتشاور والسيطرة على الأحداث في المنطقة. يأتي ذلك في وقت أعربت فيه الخارجية المصرية عن بالغ قلقها بعد ارتفاع مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي. من لندن ينضم إلينا الكاتب الفلسطيني خالد فندي. سيد خالد مرحبا بك معي في هذه النشرة. منذ 7 أكتوبر كما يقول الكثير من المراقبين لم تتحرك إيران بشكل مباشر ضد
إسرائيل، سواء فيما ذكرت بأنه وحدة الساحات أو أيضا في محاولة يعني لجم إسرائيل عن ما يعني يحدث في غزة وعن التصعيد العسكري أيضا هناك، واختارت أن ترد على إسرائيل بعد أن استهدفت إسرائيل خبراء عسكريين كما تقول، وقاد في الحرس الثوري لديها والقنصلية الإيرانية أيضا كذلك في دمشق. لماذا تأخر يعني هذا الرد الإيراني، ولماذا اختارت أصلا هذا التوقيت ولم تختره منذ 7 أكتوبر؟ شكرا على حسن الاستضافة استاذ نواف. بلا شك ان هناك تطور غير مسبوق من الجانب الايراني، وبطبيعته اسقاط لخطوط حمراء بين الجانب الاسرائيلي والايراني، ولكن جوهر الحديث بان الهجوم كان يفتقد عنصر المباغته. فاعتقد ان الرد الايراني هو رد مدروس وغير تصعيدي، وانه جاء فقط لحفظ ماء الوجه، والهدف الايراني من وراء هذه الهجمات كان فقط الفعل وليس النتيجة إطلاقا. ودعنا ننوه هنا إلى أن الرد الإيراني جاء على خلفية استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، ولا علاقة له بأحداث 7 أكتوبر. يعني معظم المراقبون والمحللون العسكريون ينظرون لما حصل على أنه استعراض عسكري أو مسرحية هزلية، ولكن نجحت بإعادة الدعم السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، ونتنياهو سوف يغتنم هذه الفرصة بلا شك لرص الصفوف مجددا وإعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. طيب شكرا لك من لندن الكاتب الفلسطيني خالد فندي. إلى القاهرة من هناك أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي. دكتور طارق مرحبا بك معي. دعني أبدأ معك من تصريح مهم لأنالينا بيربوك وهي وزيرة الخارجية الألمانية، قالت بأن هذا الهجوم الإيراني سيدفع بالمنطقة تحديدا الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية بعد الهجوم على إسرائيل. يأتي السؤال هنا يا دكتور، هل هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط بعد هذا الهجوم يمكن قراءتها أو التنبؤ بها؟ بالتأكيد طبعا هناك معادلة تشكل الآن بصورة أو بأخرى تتجاوز فكرة الردع والردع المقابل، خصوصا وأنه الاستهداف الإيراني كان محسوما بطبيعة الحال. القضية ليست في إعلام الجانب الأمريكي أو دخول الولايات المتحدة على الخط والتنسيق به عبر قنوات غير مباشرة مع الجانب الإيراني أو غيره من هذه الأمور. نحن نتحدث عن واقع ما كشفته هذه الضربات أيا كان تأثيرها وأيا كان يعني ارتداداتها المتوقعة، هي بطبيعة الحال سابقة ستبنى عليها أمور أخرى متعلقة بأمن إسرائيل. ما شاهدناه دعم أمريكي إسرائيلي لفرنسي بريطاني للقدرات العسكرية الإسرائيلية، الأمر لا يستحق كل هذا. الدفاعات الإسرائيلية 5 المركزة الكبرى تستطيع أن ترضع إيران بصورة مباشرة، لكن دخول الحلفاء على الخط بهذه الصورة رسالة أولى لإيران بأن إسرائيل بتحظى بدعم كبير من النظر إلى العمل، من الأقوال إلى الأفعال. طيب. فبالتالي الجانب الإيراني الآن في حالة طبعا دكتور أعذرني أنا وقتي يعني قليل، وقتي قليل لأننا في نهاية الساعة. السؤال المهم أيضا كذلك اليوم، من كسب سياسيا ومن خسر عسكريا أيضا في ما حدث منذ استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا وحتى الهجوم الإيراني على إسرائيل ليلة البارحة؟ الرابح الأكبر هو نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. من الآن فصاعدا إسرائيل ستتحدث من منطق القوة المباشرة وستعود إلى حرب الظل والاستهدافات داخل إيران وخارجها، وستستهدف المصالح الإيرانية في مناطق متعددة. بنك الأهداف كبير في هذا الإطار. إيران ستشعر بعد قليل بأنها محاصرة وخياراتها محدودة برغم كل الخطاب الإعلامي والسياسي الموجه للجمهور الإيراني ومحاولة استرداد مكانتها ووضعها، بعيدا عن أنها في أول مواجهة في تاريخها مع الجانب الإسرائيلي بصورة أو بأخرى. أعتقد أنه إسرائيل هي الرابح الأكبر مما يجري. الإيرانيين سيفكرون كثيرا في العودة إلى الخيارات السابقة بمعنى الاعتماد على الوكلاء. هذا الأمر سيكون مطروحا بصورة كبيرة، لكن من الآن ستشكل معادلة كبرى في الإقليم. طيب. قائمة على فكرة الأمن دكتور. الاستراتيجي وتجاوز فكرة الصبر التي كانت تقوم بها إيران في مراحل معينة. تفضل.
شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية. هذه الساعة مشاهدينا من تغطيتنا المستمرة للتصعيد بين إسرائيل وإيران انتهت. بعد قليل تلقاكم الزميل رجاء فاضلي على رأس الساعة لاستكمال هذه التغطية. شكرا لكم.